ربنا من فوق. ما احنا عارفين وين بدنا نروح، صحينا على 6 الصبح، الساعة 5 ونص من القذايف والصواريخ، وين متمرمطين رايحين الله اعلم في حالنا وفضلنا، ولا معنا خيام ولا معنا حاجة، ومعنا أطفال، ولسه في كمان نقلي والدي وعمتي وحماتي لسه ما زال تحت القصف، ولا راح أجيبهم، ولا في مواصلات ولا في أي حاجة كمان مبادرة الحياة. هذا اللي صحينا عليه من 6 من 5 ونص الصبح. شكرا أبوي، لأي مرة. الشباب غبون عنا.